وللمزيد من النقاش حول الوضع الاقتصادي المتردي في العراق وحديث الحكومة عن الاقتراض لحل الأزمة وأثر ذلك على الاقتصاد العراقي على المستويين متوسط وطويل المدى، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. مرحبا بك معنا دكتور. حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. حياك الله دكتور. بداية اسمح لي أن أقتبس من كلماتك التي كتبتها اليوم، فقد وصفت قانون الاقتراض بأنه شرعنة غريبة لمطب خطير وطوق نجاة محرم لمن لا نجاة له كما تفضلتم. هل ترون أن قانون الاقتراض سيغرق العراق ولماذا؟ حياك الله مرة ثانية أخي العزيز. أكيد الوضعية التي فيها العراق والطبيعة التي أحاطت بالقرار والسرعة في اتيانه به والظروف المواتية له تدعو إلى هذا الشيء بكل يقين، وذلك هذا تكرير إلى تجارب دولية أخرى موجودة كسريلانكا وكجزائر بعيدة استقلالها التي أضخمتا بالديون دون أن وجود مشاريع تفي بالغرض لتسديد الديون، وبالتالي أنا أرى أن هذا القرار ما هو إلا طوق نجاة محرم ومخروم إلى الحكومة لكي تنقذ نفسها للشهر القادم، لأن بالشهر الماضي كانت قد استلفت مبلغا من السعودية، والآن هناك ترتيبة إلى عقد معين مع البنك الدولي بحدود 2.5 مليار دولار. هذا الرقم سوف يجعل الحكومة مكبلة في ديون مثقلة بفوائد تتراتب عليها تصاعدية بمعادلة هندسية من دون وجود غطاء مالي، من وجود رصيد، من وجود مشاريع تنموية سليمة، وبالتالي سيغرق البلاد في دوامة دين كبير، ستجعل القوى الخارجية تهيمن على البنى التحتيه العراقيه بالكامل، وبالتالي يوعد بلد اسمه العراق. نعم. دكتور، اللجنه الماليه البرلمانيه تقول ان عجز الموازنه الماليه للعامين المقبلين سيبلغ نحو 20 مليار دولار. الا يوجد حل لسد هذا العجز سوى الاقتراض؟ هل لدينا من الادوات ما يمكن من خلاله ان نسد عجز الموازنه؟ الف حل وحل موجود لمن اراد ان يبحث عن الحلول. هذا البرلمان الفاشل الذي يضم 365 نائب ب20 حرس حماية يكلف الحكومة مبلغ تعادل ثلث رواتب الموظفين، كذلك هو حال الرئاسات الأخرى، رئاسات الجمهورية والوزراء، كذلك مجالس المحافظات ومجالس الأقضية والنواحي، كذلك الموظفين اللي يعتبرون او يسمون الفضائيين، كذلك تلك الفصائل المسلحه التي تاخذ من الدوله اموالا غير محسوبه ولا تنتظر بالدوله، الاموال التي سرقت من قبل المعنيين بشان الحكومه العراق رسميا حاليا. تعال معي بحساب قصير جدا، العراق امتلك ما يقارب 1500 او تريليون نصف تريليون، كلفنا الجهاد ضد داعش نصف تريليون، أين التريليون الآخر ذهب؟ أين البناء؟ أين العمر؟ إذا هذه المجاميع، هذه القوى، لو أخذنا أموال المالكي والجعفري والحكيم والصدر والبرزاني وهذه المسميات لتكفي العراق وتبني العراق مرة ثانية من جديد. إذا الخلل أخي العزيز يكمن في أن اللص الفاسد هو الذي شرع هذا القانون، وهو الذي سوف يستلم الأموال والتي سوف يوجهها إلى الجانب التشغيلي ليس الجانب الاستثماري والبناء والإعمار، وبالتالي سنكون أمام حالة أنه نستدين لنأكل، نستدين لنأكل. نعم. حتى شهر أو شهرين نثقل بالديون والعراق سوف يخسر كل أدواته. طالما أنكم تعتقدون دكتور أن سد يعني أنه يمكن سد عجز الموازنة فيما لو سدت منافذ الفساد، لماذا لا تلجأ الحكومة إلى سد منافذ الفساد؟ هناك مليارات الدولارات تذهب لأن كثيرا من الناس يحصلون على 3 رواتب مثلا وغيرها من قضايا الفساد. نعم، هذا أيضا طرق لاستثمار الأموال أو كسب الأموال. العراق الرواتب المضاعفة المتكررة، رفحاء المهربين النفط من الأحزاب السياسية الكردية والفصائل المسلحة، أما لماذا لا تستطيع الحكومة أن تلجم الفاسد
وذلك لسبب بسيط سهل جدا يعرف المواطن العادي، أن الحكومة ذاتها هي فاسدة، ومن أتى بها فاسد، والبرلمان الذي أنتجها فاسد، وهم نفس الوجوه تكررت بأشكال وأخرى، يخرج من شباك ويدخل من شباك الآخر خلال 17 عام. إذن نحن أمام عملية تدوير الذات وتدوير الفاسدين وإدامة وجود الفاسدين على قمة الهرم في السلطة، وليس إنقاذ العراق. لو كان هناك من يريد حقا إنقاذ العراق للجأ إلى استراتيجيين حقيقيين يسعون إلى تنمية صحيحة اقتصادية زراعية صناعية باتجاه الصحيح، ولا تم تقشيف الدولة تقشف كبير، ولا استطاع أن يسيطر على الرواتب التي هي تبدد هنا وهناك. كل هذه الأدوات يمكن أن نجعل منها سبيل لكي يوفر وفرة مالية، إضافة إلى ممكن أن تتقشف الرواتب، سيما تلك الرواتب الكبيرة تتجاوز المليون، ممكن تتقشف مع ضمانات تجديدها في وقت لاحق ممكن. ولكن أن تبقى المتنفذين على قمة السلطة ينهبون ويسلبون ويتمتعون بأموال على ذكر كل هذا الموضوع دكتور، يعني الحكومة الحالية كما جرت العادة في الحكومات السابقة بطبيعة الحال ترمي باللوم على الحكومات السابقة وتقول إنها استلمت الخزانة خاوية وبالتالي فهي حكومة غير ملامة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا الحكومات تسلم الخزانة خاوية؟ يعني هذه سياسة أصبحت متبعة منذ وقت طويل. نعم، لأنهم هم ذاتهم ليس غيرهم، لم يأتي الكاظم من الفضاء، جاء من رحم العملية السياسية الخاطئة، وكل القوى السياسية ترشحت الوزراء هم بالعملية السياسية السابقة، المالك رشح جملة من الوزراء، العباد يرشح الوزراء، الكردي يرشح الوزراء، وهم سبب الفساد. إذا ليس هناك شيء حقيقي في العراق أن الحكومة الكاظمة هي حديثة العهد، لا، هذه نفس الحكومة تتكرر وتتجدد. المسألة الأساسية في ذلك أننا نحن العراقيون سلم أمر العراق منذ 2003 لحد الآن بيد عناصر فاسدة أنانية مرتبطة بقوى خارجية ليس لها هم بتقديم العراق درجة واحدة للأمام، بالعكس تماما نهب العراق. وذلك نقول هذا القرض سوف يكلف في العراق كثير جدا، وسوف يدخله في دوامة الديون المتراكمة، وسوف نلجأ إلى أن أخشى ما أخشى أن يتم إيداع العراق كله إلى الدائم. كأنك دكتور استبقت سؤالي عن الآثار المترتبة والمتوقعة لهذه القروض، وخاصة أن هناك متخصصين ومراقبين اقتصاديين يتوقعون أن يحصل العراق على قرض خارجي بقيمة 5 مليارات دولار. ما الآثار المترتبة على هذا الاقتراض فيما لو فعلا نجح العراق في الحصول عليه؟ أولا ترشحت الأخبار أن البنك الدولي بالتوافق أو بتنسيق أمريكي قد يمنح العراق 2.5 مليار دولار، وهناك جهات أخرى قد ترفع هذا الرقم بطريقة أو لآخر. ولكن الذي يعرف الاقتصاد جيدا ويعرف ماهية البنك الدولي يعرف أنه سوف يكبل الحكومة العراقية بقوانين صارمة جدا. واحد، اثنين، الدائن عندما يتأخر سداد دينه يترتب عليه فوائد كبيرة كما قلت قبل قليل ترتفع بمعادلة هندسية، وبالتالي المليار سيكون بعد 3 سنوات ما يقارب 1.5 مليار، ويتكرر ويكبر الحجم. مقابل ذلك الثروات النفطية تنهب وفي يد الشركات الأجنبية، والصناعات غائبة، والمنافذ الحدودية وكل موارد الدولة منهوبة من قبل الفصائل المسلحة والأحزاب الكردية والأحزاب الدعوة وأحزاب الصدريين وما شابه ذلك. إذا نحن أمام ثلة من الفاسدين تربعوا وما زالوا يحاولون ينتجوا ذاتهم. أنا أتوقع أن هذا آخر فرصة للكاظمي أن يسرف هذا المبلغ، سوف يذهب المبلغ إلى التشغيلية رواتب، وثلاث أرباع سينهب من قبل الفاسدين دون استثناء. ولكن الشهر القادم الذي يلي من أين سيأتي بالمبلغ؟ نعم. هنا سيكون المطب الكبير للدولة الذي نخشى ونحذر منه. من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لك.